السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهارده حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحملة، نتكلم فيها عن خصوبة المرأة وخرافات تحتاج لتصحيح. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وياريت تدعمونا ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. لطالما تداولت على الألسن العديد من الأفكار المغلوطة حول صحة وخصوبة المرأة، والتي أظهر العلم أنها مجرد خرافات لا أكثر، نعرف أهمها منهن. هل من المفترض أن تكون الدورة الشهرية منتظمة؟ هل تعرف النساء متى يكون في فترة الخصوبة؟ هل ممارسة الجنس أثناء الدورة الشهرية لا تسمح بحدوث الحمل؟ إليك أهم المعتقدات حول الخصوبة، خصوبة المرأة فيما يلي. خرافات عن خصوبة المرأة. فيما يأتي قائمة عن الخرافات التي تعتقدها الكثير من النساء، والتي ترددنا من النساء القدامى وتصحيحها العلمي. مدة الحيض المنتظمة 28 يوم فقط. مدة الحيض المنتظمة 28 يوم فقط، هذا غير صحيح. فالنساء الوحيدات في العالم اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة مدتها 28 يوم بالضبط، هن اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل الهرموني. أما بالنسبة لمعظم النساء، فإن الدورة الشهرية المنتظمة تتراوح بين 24 ل 35 يوم. فقد تتأثر دورة المرأة الشهرية بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل السفر، الحالة المزاجية والتوتر، عدم التوازن الهرموني، سوء النظام الغذائي، المرحلة الانتقالية الهرمونية مثل فترة ما بعد الولادة أو فترة الرضاعة أو فترة ما بعد الإجهاض. أي أن حتى النساء اللواتي لديهن دورة شهرية منتظمة قد يشهدن دورة شهرية غير منتظمة في الحين والآخر. فترة الخصوبة هي فترة فقط 24 ساعة. خرافات عن خصوبة المرأة، أحدها أن فترة الخصوبة هي فقط 24 ساعة. هذا غير صحيح، إذ تمتد فترة الخصوبة عند المرأة لمدة أسبوع تقريبا في كل دورة شهرية، حيث تعيش البويضة وتكون جاهزة للإخصاب ما بين 12 إلى 24 ساعة، يضاف لذلك 5 أيام أخرى، وهو الوقت الذي يمكن للحيوانات المنوية أن تبقى على قيد الحياة في جسد المرأة. إذا المجموع هو أسبوع على الأكثر. كل نزيف مهبلي هو حيض. كل نزيف مهبلي هو حيض غير صحيح. فهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف مهبلي أو ظهور بقع دم عند المرأة، وتتعلق معظمها بطريقة أو بأخرى باختلاف التوازن الهرموني. يحدث التبويض في اليوم 14 من الدور. ليس بالضرورة حدوث التبويض في اليوم 14 من الدور، إذ قد تحدث الإباضة في اليوم 14 من الحيض أو في أي يوم آخر. فكما أن مدة الدورة غير ثابتة، فيوم الإباضة كذلك ليس ثابتا، ويختلف من امرأة لأخرى ومن شهر لآخر. ينتج المبيض بويضة واحدة فقط كل شهر. خرافات عن خصوبة المرأة، أحدها أن المبيض ينتج بويضة واحدة شهريا، حيث كما يعتقد البعض أن الإباضة تحدث كل شهر من مبيض مختلف، وهذا غير صحيح. شهريا تخضع عشرات البويضات للتنشيط داخل المبيض، وغالبا ما تصل بويضة واحدة فقط لمرحلة النضج، ويتم إطلاقها في وقت الإباضة. ولكن في بعض الأحيان يتم إطلاق بويضتين لتزداد إمكانية الحمل لتوأم غير متشابه. تخرج البويضة غير المخصبة من الجسم. هذا غير صحيح، ففي الواقع لا تترك البويضة المخصبة الجسم إطلاقا. إذا لم يتم إخصابها، فإنها سوف تموت وسيتم امتصاصها في قناة فالو. يعرف الأطباء حالة خصوبة المرأة أفضل منه. غير صحيح، فالخصوبة عند المرأة هي تخصصها، حيث أن المرأة التي تتعقب علامات خصوبتها يمكنها المعرفة بشكل مستقل كما يأتي: متى ستكون الإباضة؟ إذا كانت دورتها الشهرية سليمة أم لا؟ إذا كانت إفرازاتها الطبيعية سليمة؟ كما أنها قد تعرف أفضل من طبيبها الأيام التي تكون بها الخصوبة والأيام التي لا تكون فيها خصوبة.
تعيش الحيوانات المنوية مطولة في جسم المرأة. معلومة غير دقيقة، ففي أيام الخصوبة عند المرأة يمكن للحيوانات المنوية أن تعيش في جسدها لمدة أقصاها 5 أيام، وفي ظروف مخبرية فترة أطول، لكن بعد ذلك سيكون من الصعب عليها تخصيب البويضة. يحدث الإخصاب في عنق الرحم. هذه معلومة تعد من ضمن قائمة خرافات خصوبة المرأة. إذ يحدث الإخصاب في الثلث الخارجي من قناة فالوبا التي يمكن أن تكون قريبة من المبيض. فرط إفرازات المهبل يدل على الالتهاب. هذا غير صحيح، فأثناء الدورة الشهرية تخرج إفرازات مختلفة ومتنوعة من المهبل كجزء من العملية الطبيعية وعملية الإباضة، وبعضها ضروري للإخصاب. المرأة الملمة بالنظام الطبيعي لدورتها تستطيع التمييز بين أنواع الإفرازات، وهكذا يمكنها ملاحظة غير العادي والشاذ، وفي حال الإفرازات غير الطبيعية يجب مراجعة الطبيب. العزل من الطرق الموثوقة لمنع الحمل. خرافات عن خصوبة المرأة، أحدها العزل من الطرق الموثوقة لمنع الحمل. استعتمد طريقة العزل في الجماع على قدرة الرجل على التحكم بهزة الجماع لديه، وهي طريقة ليست آمنة، فقد يقذف الرجل حيوان منوي واحد داخل المهبل وعنق الرحم حتى قبل وصوله لهزة الجماع. إذا وصل الرجل لهزة الجماع قبل ساعات من الاتصال الحالي، فقد يتواجد الحيوان المنوي في السائل المرتبط بالتحفيز الجنسي في قبل فترة طويلة من القذف. موانع الحمل الطبية هي الطرق الفعالة الوحيدة لمنع الحمل. هذا أمر صحيح جزئيا، لكن علينا التنويه إلى أنه لا توجد أي طريقة لمنع الحمل بنسبة 100%. استعد معظم الطرق آمنة بنسبة 98% نظريا. العوامل الآتية تحدد مدى فعالية الوسيلة في منع حصول الحمل: شدة الإثارة الجنسية، فهم الوسيلة، الاستخدام الصحيح، مستوى الخبرة، الثقة في الطريقة. لا تحدث إباضة عند المرأة المرضعة. لا تحدث إباضة عند المرأة المرضعة خرافة تندرج ضمن قائمة خرافات عن خصوبة المرأة، إذ قد تحدث إباضة وحمل عند المرضعة، ورغم حوالي 80% من المرضعات لا يحدث لديهن حمل قبل عودة الدورة الشهرية، إلا أن الرضاعة ليست مانعة تاما لحدوث الحمل. التوتر يسبب العقم. هذا صحيح نوعا ما، فرغم أن التوتر في حد ذاته لا يسبب العقم، إلا أنه يسبب تفاقم أي مشكلات في الخصوبة موجودة بالفعل. تنتهي خصوبة المرأة في سن اليأس بسبب نفاذ البويضات. هذا غير صحيح. تولد كل امرأة مع ما يقارب نصف مليون بويضة يستخدم جسمها خلال حياتها أقل من 600 منها، ومع وصول المرأة لسن اليأس ينخفض نشاط الهرمونات المسؤولة عن تحريك البويضات، وبالتالي فإنها تبقى في جسدها. علامات تدل على الخصوبة عند المرأة. الخصوبة عند المرأة هي قدرة المرأة البالغة على إنتاج البويضات الكاملة الناضجة وإفرازها حدوث التبويض في مرة في كل دورة شهرية كل 28 يوم في المتوسط. فما هي علامات خصوبة المرأة؟ وتكون هذه البويضة القادرة على أن تخصب بواسطة حيوان منوي ناضج وسليم لإعطاء أو خلية جينية مخصبة تنغرس في بطانة الرحم، والتي منها ينشأ نمو جنين كامل. وإن لم يحدث ذلك، فإن المرأة تكون مصابة بالعقم، وتمثل حالات العقم عند النساء ثلث أسباب العقم في العالم. والكثير من الآباء حول العالم يبحثون عن أسباب وراء العقم وطريقة علاجه. عملية التبويض والإباضة هي عملية تحرر البويضة الناضجة من المبيض إلى قناة فالوبا، وبالتحديد الثلث الأول منها لتلتقي بالحيوان المنوي هناك، حيث يتم الإخصاب أو تنزل إلى الرحم لتسقط مع بطانة الرحم في الحيض. الفرق بين الإخصاب والإباضة: الإباضة هي نزول البويضة من المبيض إلى قناة فالوب في وقت التبويض، أما الإخصاب فهو التقاء البويضة بالحيوان المنوي في قناة فالوب لحدوث الإخصاب وتكوين البويضة المخصبة والتي يتكون منها الجنين فيما بعد.
متى يحدث التبويض؟ تحدث الإباضة في ميعاد معين عند كل امرأة، ومن المعروف أنها تحدث قبل دورة الحيض التالية ب14 يوم، وإذا كانت دورة الحيض لديها 28 يوم. أهمية معرفة موعد التبويض. وأهمية معرفة ميعاد التبويض لديها هو تحديد أفضل فترة لزيادة احتمالية حدوث الحمل أو التحكم في منع الحمل طبيعيا، وتكون فترة التبويض وقبلها بخمسة أيام وبعدها بيوم هي أفضل وقت لحدوث الحمل، حيث إذا حدث جماع في أي يوم من هذه الأيام الستة أو السبعة يستطيع الحيوان المنوي البقاء في الجهاز التناسلي الأنثوي خمسة أيام أو تظل البويضة في قناة فالوب من يوم ليومين، وهذا أيضا ما تعتبر فترة الأمان إذا أرادت أن تقومي بمنع حدوث الحمل طبيعيا ودون أي موانع حمل صناعية أو هرمونية، فقط تمتنع عن الجماع في هذه الفترة. ما هي علامات نزول البويضة؟ ويمكن أخذ هذه العلامات كدليل على خصوبة المرأة: انخفاض درجة حرارة الجسم، آلام في البطن والظهر، حدوث تشنجات، حدوث نزيف، زيادة حجم فتحة عنق الرحم، الانتفاخ، نزول مخاط التبويض، الغثيان والقيء، زيادة الرغبة الجنسية. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقة أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان تدعمونا ويوصل لأكبر عدد ممكن. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.